اللي سابوا بصمه فيك وتعلمت منهم؟ والله يا كابتن اسامه كلهم مدربين محترمين، اتعلمت منهم كتير، غيروا في شخصيتي كتير واستفدت منهم وبشكرهم جدا، واتمنى ان انا ما انساش حد فيهم في الشكر يعني. اذا كان الكابتن احمد سراج في بدايه اول سنه ليا، ليه الفضل عليا طبعا. الكابتن احمد سمير بشكره جدا، كانت نقطه تحول فعلا في فيا، لعبت معاه تقريبا وقعد معانا سنتين يعني، استفدت منه كتير جدا وبشكره بجد من عبر قناه النادي الاهلي يعني. والكابتن محمد سعد والكابتن محمد شرف برضو يعني غير في شخصيتي كتير جدا، وهو كان السبب ان انا العب باك رايت، وبشكره يعني فعلا سمعت وخلتني اظهر بصوره كويسه والله يعني، بشكره جدا يعني كابتن شرف كويس. وطبعا الكابتن احمد عبد الظاهر شغال معانا بعد ما الكابتن شرف يعني خرج من الفريق، وما حسيناش بفرق والله يعني، شغال معانا وعامل مجهود معانا كبير جدا، ويعني ما شاء الله مكللين مجهوده بان احنا فعلا ماشيين اول كويس. وده يبين اللي هو عامل معانا شغل كويس يعني، هو كابتن احمد جلال والجهاز كله والله، الجهاز الطبي والجهاز الاداري يعني والعمال. تمام علي، بقالك فترة قليلة في النادي الاهلي، من السنة اللي فاتت للسنة دي، مش هقولك المدربين، لكن عايز اعرف ايه اللي انت اتعلمت.